بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشروع السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، مؤكدا سموه بأن المشروع سيكون اختياريا وليس إجباريا. جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور أصحاب سمو والمعالي والسعادة الأعضاء، والذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أشار سموه إلى أن المشروع سيسهم في جعل المملكة تتجه إلى صناعة الرياضة، وستفتح آفاقا جديدة للأندية بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل تمكين والبنوك التجارية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن شكره واعتزازه بقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالسماح لإعادة النشاط الرياضي بالشروط الاحترازية التي حددها الفريق الطبي. كما أشاد سموه بدور لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة التي يترأسها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة تقرير لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة، حيث أشار تقرير إلى أن مشروع السماح بتحول الأندية الرياضية إلى شركات تجارية وإقامة الدوري المفتوح لكرة القدم تعتبر من المشاريع ذات الأولوية القصوى. كما تناول التقرير أبرز المشاريع المكملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفي مقدمتها مشروع توزيع الإعانات على الأندية بالتعاون مع تمكين وتمرير طلبات دعم الميزانية لجميع الأندية الرياضية، إلى جانب استكمال مشروع الرقمنة للتحول إلى المعاملات والمراسلات الإلكترونية، إضافة إلى ملف دفع مستحقات الرياضيين والذي شهد تسوية 2146 طلبا بمجموع يفوق 5 ملايين دينار بحريني.